دعونا نبدأ معكم هذه الفترة بالشأن المحلي وتحديدا من أخبار البورصة المصرية، حيث تنوعت أخبار البورصة خلال جلسة تداول اليوم. دعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل مع زميلتي جاكلين ماهر مراسلة أكسترا نيوز، تحدثنا من أمام البورصة المصرية. جاكلين، تحياتي لك وإليك الكلمة. نعم آية، في جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية وفي المنطقة الخضراء، يعني ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.35% ليسجل 14841 نقطة، أما اي جي اكس 70 ارتفع بنسبة 19% ليسجل 709 نقطة، أما عن المؤشر الأكثر انتشارا اي جي اكس 100 يعني ارتفع بنسبة 35% ليسجل 1789 نقطة. تفاصيل سنتعرف عليها أكثر من خلال عن جلسة هذا اليوم وهو نهاية الأسبوع مع الأستاذ حنان رمزيس خبير أسواق المال. تحياتي أستاذة حنان بحضرتك. أهلا وسهلا جاكلين، مساء الخير. أهلا بحضرتك. عايزين نتكلم عن جلسة اليوم، حضرتك شايفة تعاملات اليوم من بيع وشراء وربحية ونشاط أيضا للمستثمرين من أفراد وأجانب وعرب وغيرها من المؤسسات أيضا. زي ما انت ذكرتي في المؤشرات ان كان في ارتفاع لكافه المؤشرات، المؤشر الرئيسي عمل ارتفاع اكثر من 1%، احنا فوق ال 14800 نقطه، وده بيرجع لمؤشرات من قبل المؤسسات الماليه العربيه والاجنبيه مقابل مبيعات من المؤسسات الماليه المحليه والافراد المحليين، وبيرجع الفتره الحاليه تركيز المستثمرين العرب والاجانب على اداء البورصه للاصلاح الاقتصادي الجيد واستكمال الدوله لبرنامج الطروحات الحكوميه اللي ابتدى ينجح بعد طرح اول شركة للطروحات هي الشرقية للدخان. طيب لو عايزين نتكلم عن أكثر القطاعات انتشارا ما هي؟ احنا بنعتمد في البورصة على قطاعات استراتيجية، بنتكلم على قطاع الأغذية والمشروبات اللي ابتدى يغزو التداولات الفترة الحالية وبيحقق نوع من الاستقرار عند فئات المتعاملين بسبب التوزيعات الجيدة وبسبب الأداء الاقتصادي الجيد لهذه الشركات. وتاني شركة هي شركة الأدوية أو الرعاية الصحية، والشركات ديت برضو أدائها جيد في استثمارات قادمة ما بين مصر وفرنسا في مجال الأدوية بيتعلق بالأدوية اللي تتكون من المنتجات الطبيعية زي الأعشاب الطبيعية، وكمان عودة للأدوية البيطرية مرة أخرى اللي بقت يعني مهمة جدا بالنسبة للعديد من الدول وبتهتم بيها بسبب الحيوانات الأليفة وكمان موضوع الدواجن والطيور والحيوانات ديت. طيب على ذكر الأدوية أستاذة حنان، اهتمام الدولة بهذه القطاعات التي تمس المواطن المصري كالأغذية والأدوية في ضوء الشراكة المصرية الفرنسية في قطاع الأدوية، حضرتك شايفة ما تأثيره على عودة نشاط الأسهم وهذه الأسهم في هذه القطاعات في البورصة المصرية؟ بصي، أنا شايفة أن الفترة الحالية هي فترة استثمارات أجنبية جيدة مش في البورصة بس، لا في الاقتصاد ككل. ودينا شايفين أن وزارة الاستثمار كانت اقترحت على تعديل مادة مواد في القانون الاستثمار لتسهيل حركة الاستثمار والتبادل التجاري ما بيننا وما بين شركات وما بيننا وما بين دول أخرى، وده طبعا له عائد جيد للاقتصاد ككل وله عائد في البورصة. حضرتك لو تعرفي أن في شركات كتيرة بتزود استثماراتها الفترة الحالية ليها أسهم مقيدة في البورصة، ده يبقى يزود من رأس المال السوقي ويعمل عمق للسوق ويضيف مستثمرين جدد عرب وأجانب ويضيف صناديق استثمار جديدة، يعلي من رأس مال البورصة ويعلي من التداولات، وكمان يساعدك على أنك تتواجدي في المؤشرات الدولية زي مؤشر مورجان ستانلي، وده بيعزز كمان من إضافة سيولة جديدة وإضافة شركات للشراكة جديدة. أستاذ حنان، لو اتكلمنا عن الآليات التي تتبعها البورصة في تطوير بورصة النيل مع مجهودات الدولة والحكومة الحثيثة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة في الآونة الأخيرة تحديدا. طبعا أنا بشكرك على السؤال ده، وتربطتي ربط جيد جدا ما بين خطة الدولة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبورصة النيل. طبعا احنا عايزين نعرف ان بورصة النيل دي بيقيد فيها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي منصة جيدة للتمويل وبتبقى تكلفتها قليلة، وكمان الدولة بتحس المواطنين الفترة الحالية على أخذ قروض ميسرة بفايدة قليلة، دي للاستكمال مسيرة نجاحهم في تحقيق الأكثر منفعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. آخر فترة كان بيتكلم البنك الدولي بيقول إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي طوق النجاة لمصر لزيادة الدخل القومي ولتقليل نسبة البطالة، وإنها بتساعد على زيادة النمو الاقتصادي وبتساعد
تساعد كمان على زيادة حركة النقدية. بنكمل بقى الموضوع ببورصة النيل اللي ابتدى الاهتمام بيها من قبل الدولة من فترة سابقة من ساعة الدكتور عمران ما كان ماسك رئاسة البورصة وكان مهتم جدا بأدائها. الحاجة بس الوحيدة اللي بتتعلق بيها اللي هي آليات بقى القيد، عايزين نوع من التسهيل أكتر، نوع برضو من الرقابة والحوكمة أكتر عشان خاطر يبقاش فيها أي تلاعب، لأن العديد من المتعاملين بيخافوا اللي يكون فيها تلاعب بسبب أن رؤوس أموالها قليلة. كل ما البورصة بتعمل آليات جيدة وبتبتدي أن هي تتضامن مع الدولة في فكرها الاقتصادي، احنا دايما بنقول ان البورصة هي وجهة الاقتصاد وهي الوجه المشرف ليها، ودايما بنعكس تقدم الدول بوجود بورصات متواجدة فيها. فكل ما هيبقى في اداء اقتصادي جيد تتعاون فيه البورصة ويبقى فيها اكتر من نشاط، مش نشاط تتعلق بالاقتصاد بس، لا خدمة اجتماعية وتنمية مستدامة، ده يؤثر على الاقتصاد ككل بالايجاب والبورصة بالتبعية. طيب شهدنا امس يعني موافقه هيئه الرقابه الماليه بعرض الشراء لسهمين اللي هو رايا وكابلات، هل هذا يعد حلا لازمه جلوبال تيليكوم ويعني انفراج ايضا للمستثمرين الافراد للمشاركه في ماراثون باقي اطروحات في البورصه المصريه؟ شكل كده من الواضح ان انت مهتمه باستغلال المتعاملين زي ما رئيس البورصه وهي رئيس هيئه الرقابه بيتكلم. طبعا كل الاجراءات دي لحمايه صغار المتعاملين عشان نقول للناس كلها ما تقلقوش، ما فيش ممارسات مخيفه في البورصه، ما فيش استحواذات ولا احتكارات، كل حاجه بتتم تحت الرقابه ولا احد فوق القانون. وكل ما يبقى في استحواذات من يعني مجموعات مترابطه لازم بيتم التصويت، بيخرجوا هذه المجموعات المترابطة من التصويت على في الجامعات العمومية لأخذ رأي صغار المستثمرين، هل يشوفوا هم مع ولا ضد شطب الشركة أو تحويلها لشركات خاصة لمراعاة مصالحهم. كل دوت بيتسبب في حاجة مهمة جدا، أن عجلة الاقتصاد تبقى بتسير في الاتجاه المنشود، وأن كمان برنامج الطروحات الحكومية هيتم على أكمل وجه وهيوصل بالمستهدف اللي هو الحصول على 80 مليار جنيه لدعم خزانة الدولة وإعادة هيكلة العديد من القطاعات الكاملة إعادة طرحها مرة أخرى، لأن برضو كان برضو بيتكلم صندوق النقد الدولي على أن مصر لو لازم تتخلص من الأعباء المتواجدة في القطاع العام للمساعدة على زيادة الاستثمارات سواء محلية أو سواء أجنبية لزيادة الحصيلة اللي بتتوجه للدولة لتحقيق العديد من المشروعات، منها تعليم، منها صحة، منها بنية تحتية. ودينا شايفين قد إيه التنمية في كافة المحافظات، وابتدت إن كل محافظة تبقى كأنها وحدة اقتصادية مستقلة. طيب دلالة ان الدولة والحكومة الان قادرة على جذب مستثمرين يعني من الاجانب، ما دلالة هذا؟ احنا شفنا طرح الشرقية للدخان اللي هو اخر طرح اللي كان تم يوم الخميس طرح خاص وتم تكملته في طرح عام يوم الجلسيه من الاحد الى الثلاثاء، لقينا ان في مستثمرين عرب دخلوا استحواذوا على نسبه كبيره، والمستثمرين دول شايفين ان الاداء الاقتصادي بتاع زي الشركه موفق جدا، وده كمان هيشجع ان الطروحات ان هي تتم في المواعيد المظبوطه وبتبقى بالنسب المحدده، وان ليها مشتري وليست كما ادعى البعض ان هي هتبقى معروضة فقط وليس عليها إقبال. ودينا شفنا هو في الشرقية والدخان وفي انتظار الحصص، زيادة حصص بين شركات مقيدة وقيد شركات جديدة بمساهمين جدد. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذة حنان، كنت معانا، وشكرا جدا على هذه التفاصيل وهذه المعلومات. شكرا جزيلا. يعني أي كان، هذا هو لقاءنا مع الأستاذة حنان رمسيس خبير أسواق المال، أطلعتنا عن هذه الجلسة، جلسة نهاية الأسبوع وحجم التداول وجميع المؤشرات التي شهدنا بها ارتفاع في مختلف المؤشرات. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معك من أمام البورصة المصرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلتي جاكلين ماهر مراسلة أكسترا نيوز، حدثتينا من أمام مقر البورصة المصرية، والشكر موصول أيضا للأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال.